العيلة دي التركيبة الجميلة اللي عملها ربنا عشان الناس يبقى بينهم وبين بعض حب وترابط وسلام وحاجات كتيرة حلوة ضاعت في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. العيلة الهدف الأساسي لإبليس عشان يفككها وما تبقاش عيلة. ويا حرام بقى على اللي ملوش عيلة، بيبقى عامل انه مبسوط من بره لكن في الحقيقة هو أتعس إنسان في الدنيا. دي العيلة دي حاجة جميلة قوي. احنا النهاردة بقى هنحكي حكاية عيلة، بس مش أي عيلة، دي عيلة السيد عيلة. عيلة ما شاء الله كبيرة زي ما انتوا شايفين، 7 اخوات وكل واحد فيهم عنده شخصيته المستقلة، المستقلة جدا. محبة أختهم الكبيرة، اسم على مسمى، زي ما انتوا شايفين بتشر محبة. الأخ جامد زي ما انتوا شايفين، جامد جدا، ما يغركمش منظره، ده وقت الجد بيبقى أسد. أما الأستاذ ملخبط بقى ما أقولكمش عليه، ملخبط من يوم، وإيه بقى بتاع مزاج. أما الأخت دي بقى مش هقولكوا على اسمها دلوقتي، هسيبكم تخمنوا. الحقيقة فكرة العيلة لا تعني لها شيء بالمرة، ماشية كده على مزاجها، تحب اللي يحبها، ولاد وشرب ومسخرة وحاجات كتيرة مش هقولكم عليها. فاهميني ولا ايه؟ يا ترى خمنتوا اسمها؟ مش هحيركوا كتير، اسمها ضايعة. الاخ مش عايش، على طول مشغول، الله يكون في عونه، مشاغله كتير. عيلة السيد عالي بقى ربنا مباركها بفرد مختلف تماما عن كل الباقيين. الاخت جهاد زي ما تقولوا كده كاملة وما فيهاش عيب. اوعوا تفتكروا ان حياتها كده سهلة وما فيهاش مشاكل، بس الحقيقة هي قدها ودود. نيجي بقى لاخر العنقود، سكر معقود، حاجة كده مايعة لا ليها طعم ولا لون ولا منه حر ولا بارد. الاخ لا مؤاخذة فاتر. عيلة السيد عالي عيلة عجب، بس الحقيقة انها عيلة حلوة قوي. ده كفاية ان ابوهم السيد عالي. ده جروب مسج من بابا يا ولاد. بيقول ابنائي الغاليين وحشتوني جدا. يس انا بتابع اخباركم اول باول، ومهما عملتم انتم ولادي وحبايبي، وما فيش حاجة هتقلل ولا هتزود محبتي ليكم حبيبي، علشان محبتي ليكم من غير حدود. وما فيش مانع يا ولاد إذا تشربوا وتسكروا وتسهروا وتعيشوا حياتكم. شوف ايه ده بابا قال كده؟ ضايعة وملخبط اتلموا على بعض. انتي تصدقي ان بابا برضو يقول كده؟ يا ريت. يا سلام. ملخبط انت شكلك كده بتقيت تهرب. وانت تصدقي ان ممكن اقولك حاجة وحشة تضايق بابا؟ انا بقى مش محتاجة اذن من بابا. anyways بصراحة يا ملخبط انا بقيتش فهمالك انت وضايعة. ساعات تبقى ماشي مظبوط وزي الفل، وساعات بقى ساعات بتبقى لمؤاخذة ضايع. يا جماعة احنا هنفضل كده؟ خلصونا من الحوار دوت، انا مش فاضي لعب العيال بتاعكم ده. كمل يا جامد يا رسالة. وانا وقفت فين؟ عشان محبتي ليكم من غير حدود. انا عاوز ابشركم اني قربت اجي واشوفكم وتشوفوني، لكن مش عايز اجي والاقي حياتكم ملخبطه. عنده عايز اجي الاقيكم جاهزين لاستقبالي. هكلمكم مره تانيه، ما تنسوش انا جاي قريب. ايه ده؟ هو بابا جاي بجد؟ طب بابا جاي امتى؟ طب بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6 راكب ولا ايه؟ بابا تعالوا تهريج بقى. مش بقولك يا واد انت مخك كده ترللي. هي السبب انا مين؟ يا جماعة بطلوا استهبال بقى، مش هينفع كده. ما هو كذا مرة بابا يقول اللي جاي ما بيجيش. لكن في مرة قال انه جاي وجه. يعني انا شايف ان المرة دي طول قوي. بس بابا عمر ما وعد وما وفاش، وطالما قال انه جاي يبقى اكيد هيجي. حليني بقى. طب واحنا هنعمل ايه يعني؟ انتوا فاكرين يا ولاد الكتاب اللي بابا سابه لنا اول مره جه وقال ان في تعليمات مهمه جدا لازم نقراها ونعيشها قبل ما يجي؟ لا 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 انا لا فاضي اقرا يا
ولا يمكن مرة تاني أشوفكم بقى بعدين. سلام. فين بس؟ ألو. أنا كمان ألو. عندي ميعاد مع البوي فريند بتاعي و ماليش تقل على القراية. باي. ياه. باي. عشان تعرفوا بس إن صحابكم كلهم عيال ضايعة. ها؟ أيوة. أنا؟ ها؟ أنا؟ ها؟ إيه؟ معاكم بس على شرط. شرطك إيه يا عم؟ يمكن ما أفهمش. مش مهم تفهم. أخيراً. صح النوم. ها يا مهون. ها أنا بقى أيوه هروح أنام. يعني أنت من أول القعدة ساكت ولما ربنا يفتح عليك تقول هروح أنام؟ يا محبة أنت عارفة أنا راجل تعبان ومرهق وكسلان. من جهة كسلان فدي احنا حاجة عارفينها كويس قوي. طيب خلاص بقى طالما انتوا عارفين سيبوني اروح انام. احنا لسه في اول النهار يا فاتر. يا عمي اول النهار ولا اخره كلهم عارفين ميعاد نومي. انا حتى لو في اجتماع بسيبه واروح انام. فلازم اروح انام. هقولك على حاجة لما يجي اخر النهار ابقى صحيني. حاضر. انا ورايا نوم كتير اوي عايز اخلصه. حاضر. مش ملاحق. نايم على طول ده. اوعى يا ابني. حاضر حاضر. الله. انتوا فاكرين يا ولاد الكتاب ده اخر مرة شفناه فين؟ فين يا جهاز؟ فوق. روح نام ربنا يقدرك. بص يا محب هو في اوضة بابا تحت السرير في صندوق. انت يا بنتي جهاد ذاكرتك قويه برافو عليك. الموضوع مش موضوع ذاكره. اصل انا كل يوم بدخل اوضه بابا واقعد اقرا في الكتاب ده. تصدقني ان انا كمان كنت بعمل كده واخش اقرا في الكتاب بس للاسف بقالي كتير قوي ما قريتش في الكتاب ده. طب واحنا هنفضل نتكلم كتير كده من غير ما نجيب الكتاب يعني؟ طب سيبولي الطلعه دي. يا عم متاكد؟ عيب عليكم انا بتاع الكتب كلها. ماشي 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 يا ملخبط. هو تفتكر هيعرف يجيب الكتاب؟ هيدور بقى عليه نشوف هيلاقيه ولا ايه. ايه ده مسج تاني من بابا يا ولاد؟ ايه بس انا ما جاش حاجه في التليفون بتاعي يعني. ايه ده يمكن دي رساله بس المحبه. استنوا اشوف. بنتي الغاليه محبه انا بعت لك الرساله دي مخصوص علشانك ويا ريت ما حدش يقراها غيرك. بقى الكلام ده ما ملخبطش. ايه الخنقه دي؟ انت بس اللي تقريه. محمد انا عارف كل اللي عملتيه وقد ايه تعبك عشان توقفي البيت ده على رجليه وظهرك على اخواتك عشان ينجحوا في حياتهم. لكن عندي عليكي يا عتاب أنا فين يا بنتي من حياتك؟ ما بقيتيش تكلميني زي زمان ولا تحكي معايا. فاكرة الأيام اللي كنا بنقعد بالساعات نتكلم مع بعض على التليفون والرسائل اللي كنت دايما بتبعتيها لي؟ فين كل ده يا بنتي؟ إيه اللي شغلت عني؟ ولا نسيتي إن أنا أول حب في حياتك؟ عندك حق عندك حق يا بابا عندك حق. بابا كان بيقول لك ايه يا محبه؟ تعرفوا يا اولاد ان بابا وحشني قوي. يا عيني يا عيني على الحب. طبعا يا بنتي هو في احن ولا اطيب من بابا؟ طب مش هتخلصونا بقى في ام اليوم اللي ملخبط ده؟ اليوم برضه هو اللي ملخبط. عايزين نخلص نفتح ام السيد. ايه 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 اللي بيحصل؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ هيموتني هيموتني. يا بنتي مين اللي يا بنتي اتكلمي مين اللي هيموتني اللي حصل؟ فاكرين لما قلت لكم ان انا هخرج مع البوي فريند بتاعي؟ اه فاكرين؟ الحقيقه انا كنت خارجه مع واحد تاني خالص. يا لهوي انت فعلا ضايعه ضايعه يعني. وبعدين يا ست الحسن والجمال البوي فريند الاولاني شافني مع التاني. يا نهار اسود وضربوا
ماما يا ريته كان ضربك وخلصنا منه. يا ريت. انا مش عارفه انت هتعقلي امتى بس، وسيبك من الطعشان ده اللي انت فيه. معلش يا ولاد سيبوني معاها شويه لو سمحت. احسن سيبوني معاها. حاضر يا محمد. تعالي تعالي استريحي. هيموتني يا محبه. اهدي يا حبيبتي اهدي واستريحي. اهدي يا حبيبتي. احسن دلوقتي؟ اه. اجيب لك ميه؟ عايزه شاي بلبن. انت حاسه انك احسن؟ ها ليه؟ ليه كل اللي بتعمليه ده؟ ليه كل يوم والتاني مع بوي فريند شكل وحياة ملخبطة وشقاوة وبهدلة؟ ليه؟ ما انت عارفين يا محبة مودية وبزهق بسرعة، وبصراحة كده لما ببقى يعني مع بوي فريند ببقى عايزة غيره. عشان اتبسط. وبتنبسطي؟ شويه. اديكي قلتيها شويه. ويوم والتاني وندور على غيره وغيره. يا بنتي الحياه دي عمرها ما بتشبع، هتعيشي طول عمرك فاضيه. قصدك ضايعه؟ انت عايزه تموتي على ايد واحد من حبايبك زي اللي كان هيعمل النهارده ده؟ لا 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 لا، انا لسه صغيره وما فرحتش بشبابي. شوف بالذمه برضو ما بتفكريش الا في نفسك. امال افكر في مين؟ ايوه في نفسك. بس ازاي تكوني انسانه افضل؟ ازاي تكوني عايشه الهدف؟ ازاي تكوني انسانه ابونا يفتخر بيه؟ يا حبيبتي ده انت ما فيش ولا مره فكرتي في يا لهوي. سيبيني عشان الواد الزباله ده. انت بتعملي ازاي؟ ده انت سايبيني بصراحه يا هان. يا خبر ايه اللي حصل؟ انت هتشرح هنا. انت مين؟ ارجع ورا. ارجع ورا بقولك. ارجع ورا. سيبك يا جماعه. طب تعمل يا ملخبط. ارجع ورا. ارجع ورا. تعالي يا حبيبتي تعالي. طبعا طبعا عارف مش محتاجه افكرك دلوقتي. انا عايزك تخرج بره، ما تشوفش وشك هنا تاني. بره بره. كنت هموت. كنت هموت. يا ما حزناك. يا ما حزناك. كان بيجي من الموت تعرف. يا ما حزناك. معلش مدام لسه في العمر بقية يبقى في فرصة للتغيير. معلش. نعم. لا 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 ما ينفعش الكلام ده خالص. ما انت نايم فاضي تفتح ميكروفونات. معلش صحيناك. مش معقول يا جماعه كده الواحد يصحى على زعاق وشخاط. حرام عليكوا صحتوني من احلى نومه. متاسفين يا عم فاتر قلقناك من احلى نومه. ايه اللي حصل؟ لا ما حصلش حاجه. اختك بس كانت هتتقتل. وبعدين يا محبة بحبك مين يا عم؟ بنتكلم يا ابني خليها تعدي اشتري براحتك. ضايعة ضايعة. انت احنا بنتكلم على مين؟ ضايعة اختك التانية. انت مش اتقتلتي الاسبوع اللي فات يا بنتي؟ هو احنا كل اسبوع هنتقتل؟ بس معقول كده؟ بس اقول لك ايه؟ لولا اخوك جامد ضربه وطرده بره خالص البيت. يا سلام يا جامد يا جامد. انا طول عمري اقول عضلاتك دي مش على فشوش. يعني انت طردته مش هيجي تاني صح؟ الرك علينا احنا بقى. لو ادينا له فرصه يخش هيخش تاني. لو حد من عيين سيادتك كده يبقى اكيد هيجي. لا 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 ما تقوليش الكلام ده. يجي ازاي ده؟ انت بتقولوا بص الدم على وشها ازاي؟ ده وده دم ده مش لا لا احنا لازم نتصرف يا جماعه. ما ينفعش نقعد كده. نعمل ايه؟ هنفضل قاعدين يعني لغايه ما يجي؟ لا صح لازم صح نتصرف صح, صح كده. استنى خليني اقعد افكر افكر. احنا لازم نتصرف صح. برافو عليك. هو ده الكلام. هتعمل ايه؟ انا جعان. يو انا اكل الاول وبعدين افكر. عايز ايه نعمل؟ ها عايز اكل ايه؟ سيبيني انا الطلعه دي بقى يا محبه.
ده انا اللي هعمل له الاكل بنفسي. يا رب يخليك يا رب يا رب. ربنا يديك العافيه طول ما الدجاجه حافيه. يا رب يسترها معاكي ستره فاخره دنيا واخره يا رب. وهابي نيويورك وربنا يخليكي لينا يا رب. وعايز تاكل ايه بقى؟ انا عايز اكل، انا عايز اكله ديليشس من ايديك الديليشس يا اختي جهاد. ماشي. وربنا يخليكي للغلابه والجعانين اللي زيك. ده انا هعمل لك رمضان اكله مش هتاكل سنه بعدها. ربنا يستر. ماشي انا راح احضر الاكل. تعالى. انا بقى هروح اقيل شويه لغايه ما الاكل يخلص. ويا ريت بقى مش عايز زعاء وشخاط. ها طبعك ولا مش لازم نجيب لكم زعاء هنا عشان عم روح. تصدقوا يا جماعه انا اتاثرت قوي. من ايه اللي حصل مع ضيعه؟ مع ضيعه كان ممكن حياتها تنتهي في لحظه. برافو فعلا. انا فعلا مبسوط منك قوي. وكان ممكن يحصل الكلام ده معانا كمان. كان ممكن حياتنا تنتهي في لحظه. وبعدين اتأثرت. يعني اتأثرت كده بس ولا في قرارات جديده وحاجات هنعملها في تغيير؟ اتأثرت. ها واضح حصل. الو حبيبي يا ابو الحارف اخبارك ايه؟ يا نهار ابيض مفيش تغيير. بتكلم جد؟ النهارده حفله؟ حفله اتفضل. اقول لك ايه، حفله فين يا واد؟ شيرين. شيرين بجد اللي هتغني يا واد؟ لا بتهزر. فيف عبده ايه يا عم انت اتجننت؟ خلصت زمان. بطلت يا عم. فيف عبده رجع تاني؟ معرفش تصدق. وين نظام هناك؟ مينيمم ولا سيت منيو؟ هو تاخير 4 دولار. ايه هتعزمني فولمارت؟ قليل قوي بس قشطه قشطه. طب خلاص بص اسبقني انت على ال 110 وانا هاجي لك على ال 210 عشان نتقابل على ال 310. اوكي يا عسل. ماشي يا سكر حبيبي. حبيبي يا ابو الحارف انا ايش ايام الحلوه ده. والله يا عسل. ايوه حبايبي تعالى هنا. رايح فين؟ رايح مشوار. لا انت قلت ان انت عايز تتغير. امال فين هتغير وابقى انسان جديد؟ انا كلمتي واحده. ايه اللي فين يا ابني؟ هتغير ازاي؟ بكره. انت طبعا عارف ان بكره ممكن ما يجيش. يا على الخنقه يا محبه. افصليني بقى عن ام المود الحلو ده. شيرين فيه. بس انا قلت لك بكره ممكن ما يجيش. هيجي هيجي خلاص بقى سيبوني براحتي بقى وما تخنقونيش. هيجي ان شاء الله. يلا باي. بص قدامك يا عم. خنقتني. انا عصاك انت التاني. مالك متضايق ليه؟ شفتم ابوكم وعمايله. بابا عمل ايه؟ بابا مال بيهددني. ازاي يعني؟ بيقولوا ان هو عارف الاعمال اللي انا بعملها وان في حاجات غلط في حياتي هو عارفها، ولو ما بطلتش هيبعت اللي خليني ابطل. ايه الالغاز دي؟ وايه اللي انت بتعمله وبابا مش عايزك تعمله؟ انا ما بعملش حاجه غلط، كل الناس بتعمل كده. يعني زي ايه بالظبط؟ معلش فهمني. معلش يا محبه سيبيني مع مش عايش شويه. ماشي ادينا بقينا لوحدنا. ايه بقى اللي كل الناس بتعمله وانت بتعمله؟ عشان انا مش فاهم حاجه. محسوبيات. حط ارقام من هنا واشيل ارقام من هنا، الشغل بيمشي. تسرق؟ ما تقولش بتسرق. قلت لك محسوبيات وشويه ذكاء. انا الحقيقه بحب اسمي الحاجات باسمائها الصح، ودي اسمها سرقه. علشان كده ما بحبش اتكلم معاكم، لان كل مره بتكلم معاكم بتكبروا كل حاجه. الحقيقه انها فعلا كبيره. يعني انت قابل على نفسك انك تعيش وتاكل من مال مسروق؟ ما تقولش مسروق. قلت لك كل الناس بتعمل كده. كل الناس بتعمل كده بس احنا اولاد السيد عالي. السيد عالي. السيد عالي. السيد عالي سيبنا من زمان. تقدر تقولي كان فين السيد عالي لما كنت بموت من الجوع؟ كان فين السيد عالي لما كان ابن عيان ومش لاقي حق الدواء؟ كنت لازم اسرق. بابا عمره ما سابنا، وكان دايما بيبعت لك فلوس، بس انت اللي طماع.
بس الفلوس اللي كان بيبعتها ما كانتش كفاية. انت اللي دايما كنت طالب اكتر. انت اللي جاي من كوكب تاني، فوق لنفسك يا ابني. انا عارف ان كل واحد لازم يعيش على قده، وهي دي تبقى عيشة. هو انت كده اللي عايش؟ انت عارف يعني ان اسمك يبقى مش عايش؟ يعني انت ميت حتى لو بالاسم عايش. انت فين طول النهار؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ بتسأل في ايه؟ بكلمك طول اليوم. نادر ابننا تعب قوي. وبعدين؟ كنت عايزك توديه للدكتور لكن انت ما ردتش عليا، كالعادة مشغول ومش فاضي. بس انا ما كنتش اعرف ان ممكن شغلي يوصلنا لكده. بس انا كلمت بابا عالي. بابا عالي؟ ايوه بابا عالي. واول ما كلمته على طول بعت لي عربيه اسعاف، ولله كان زمان نادر ابننا راح مننا، ودي نتيجه انشغالك عندنا. حبيبي يا بابا. طيب فين ابننا دلوقتي؟ نادر في المستشفى لو عايز تشوفه يعني. يا ريت نروح نشوفه. يلا بينا بسرعه. حبيبي يا بابا. انتوا بيجروا كده ليه؟ حصل ايه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، بس ابنهم نادر تعب شويه لكن كل حاجه كويسه، كل حاجه كويسه، هم بس رايحين يطمنوا عليه. طيب الحمد لله، ده انا قلقت قوي. الحمد لله. مالك يا عم الملخبط؟ ايه اللي حصل؟ فقرتوا فيها؟ الحفله ما عجبتكش ولا ايه؟ يا ريت. امال حصل ايه؟ صاحبي اللي كنت رايح اسهر معاه، ماله؟ عمل حادثة ومات. إيه؟ يا لهوي يا حبيبي. يا ابني ازاي كده؟ لدرجة اني حاولت اوصله في الحادثة والهاي واي لكن ما عرفتش اوصله، كانت الدنيا زحمه في الترافيك قوي. يا حبيبي يا ابني معلش يا حبيبي، الباقيه في حياتك. معلش يا حبيبي تعالى استريح، الباقيه في حياتك. كلام محبه صح؟ بكره يمكن ما يجيش. مش وقته بقى الكلام ده. بكره يمكن ما يجيش. مش وقته بقى. سيبيه يا محبه سيبيه، كلام جامد صح. ممكن بكره ما يجيش. ممكن بكره ما يجيش. ممكن بكره ما يجيش. لا يا جدعان حرام عليكم، انا هشوف بيت تاني غير البيت ده. وانا اصحى مره على زعاق وشخاص، ومره اصحى على عياط ونحاب. حرام عليكم حرام عليكم بجد. معرفش انام في البيت ده شويه، وبعدين بكره اللي يجي ولا ما يجيش ده. خلينا في النهارده، انا جعان وعايز اكل النهارده مش بكره. يا فين جهاد؟ يا ست جهاد بقى لها 3 ساعات اختفت، بتعمل ايه كل ده؟ ايوه بس مازال جهاد. الاكل اهو، اتفضل يا سيفات. معقول كده؟ عملت لك اكله دي ليه شخص. يا سلام، ايه ده؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ مش معقول. ادوق بقى وقول لي. شكله يجنن يا جهاد. مش عوايدك؟ مش عوايدي. الله، انا بطبخ لك كل يوم. الله، نشوف بقى. بس يعني طالما شكله حلو كده يبقى اكيد طعمه احلى واحلى. كل واشكر ربنا. يا سلام، دبوع وحش. بس احلى حاجه في ورق العنب. هو الورق كله ولا فين الجلده؟ ماشي. ها الورق العنب. ايه يا ايه العرف ده؟ قرف؟ انت بتقول على اكلي انا قرف؟ يعني هو انت بتطبخي كويس، ربنا يسامحني، بس يعني مش عارف في ايه. ماله الاكل؟ في ايه؟ ماله الاكل؟ لا ماله. تعالي دوقي. لا يا اخويا انا ماليش. يعني انتم مضحيين بيا؟ بقول لك حرام عليكي، الاكل لا ليه لون ولا طعم ولا ريحه. انا هرجع. انت ما اديتنيش وقت كفايه يعني. مش معقوله ما لحقتش. حرام عليكي، ده انت بقالك 3 سنين في المطبخ. ده انت لو بتطبخي قطيع جمل كان زمان استوى. كل قطيع 3 سنين. طب بقول لك ايه، بص بقى يا فتن، هات الاكل ده ان شاء الله ما اكلت. عشان انت عارف كويس ان انا بعرف اطبخ كويس جدا. لا ما انا عارف، دي كلنا عارفين. خد يا محبه، هو مش هياكل النهارده خلاص. نو اكل. طب انت بتطبخي كويس، في ايه اللي حصل المره دي؟ بص بقى يا فتر، انا عايزه اعلمك درس يا ستي. بقول لك جوعان ما
وعايز اكل ده وقت دروس ده ما تبقى لك 3 سنين جعان مش مشكله بس الدرس دوت انت اصلك ما بتجيش غير بالتجربه مفيش ميه نار الواحد يبلع بيها ميه نار يا مفتري ايه يا جهاد بس ده وقت دروس ده يا ماما بص يا فتر انت مش عارفه انت مالك اليومين دول احوالك مش عجباني خالص على طول نايم وكسلان وبتشخر وايه في ايه ايه اللي جرالك قرفان قرفان من ايه بس منك وقصدي من العيشه والعيشنه مش معقوله يا فتر انت ما كنتش كده ده انت الضحكه ما كانش بتفارق وشك كنت داخل طالع بتضحك كنت عندك مشروع وكنت مبسوط فاكر لما كنت تيجي تورينا الورق وتبقى اكسايتد وتقول لي صلي لي يا جهاد صلي لي يا جهاد ايوه ايه اللي حصل المشروع فشل معلش المشروع ده فشل غيره ينجح مش دي نهايه المطاف لازم تتعلم ولازم تستنى ربنا انا متاكده ان ربنا عنده خطه لحياتك يمكن محتاج اعيد حساباتي يا جهاد بقالك شهور بتقول اعيد حساباتي انت عارف لو كل حد فشل في مشروع قعد القعده دي زيك كده محدش هيعيش حياته خالص الحياه كلها ups and downs فشل ونجاح واكيد ربنا عنده خطه لحياتك انا عايزك تفوق بقى وترجع زي الاول ممكن ممكن طيب تعال نشوف محبه متهيألي إن فاتر هيتغير المرة دي متهيألي كده معايا صندوق شيل دايما مستحجش دايما كده واحنا مش هنقرا الكتاب ده ولا ايه بقى يا جماعه يلا. صحيح يا فاتر عايز تقرا الكتاب طبعا يا جهاز انا عايز اقراه طب يلا يلا بينا يا حبايبي نشوف ابونا كاتب لنا ايه في الكتاب إلى ملاك كنيسة أفسس أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى وإلا فإني أتيك وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله إلى ملاك كنيسة سمرنا أنا عارف أعمالك وضيقك وفقرك مع إنك غني
لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. إلى الكنيسة في ساردس. أنا عارف أعمالك، إن لك اسماً أنك حي وأنت ميت. كن ساهراً وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لن أجد أعمالك كاملة أمام الله. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، أنا عارف أعمالك، ها أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. إلى ملاك كنيسة اللادوكيين، أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا. هكذا لأنك لست باردا ولا حارا أنا مسمع أن أتقيأك من فمي، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، ومن يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أنا يسوع أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أنا آتي سبيل حياتنا عيشنها للي فدانا، نستنى يجيب نوره يملانا، والأيام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودانا.